بسم الله وعلى بركة الله. الشوط الخامس وهو الثالث للأبكار الصعوب القيل الواعد لمسافة 1200 متر. خلونا مع هذا القيل ومع السلالات العريقة التي تتغذى منها هذه طبعا الأبكار. نتمنى التوفيق للجميع ونفتتح الإذاعة بالشاهينية هزاع بن حمد بن روسة، مركز الثاني الشبابية علي بن سعيد بن بطية، سلام ابو حمدان المركز الثالث، عندنا هناك جبار راشد بن احمد بن حمديه الرابع. وينك يا الرابع؟ من الجانب الايمن ارى تدخلات هناك من قبل لابراهيم بن سعيود بن سالم الدرعية الحيد على ما اعتقد صيد. نعم الصيد في المركز الثالث. خلونا هنا مع الصدارة، خلونا مع الشاهنية هزاع بن حمد بن روسة الدرعي. ما شاء الله يا العرض، العرض المذهل، العرض المثير، الإبداع. خذ لفة على المركز الثاني، فار كبير تغادر بهذا الإبداع. قولوا ما شاء الله بهذا العرض، بهذا الأداء. سلام الحمد بن روس وأبناء جميعهم، سلام يا راعي الشاهنية هزاع بن حمد بن روس الدرعي. تقلع إقلاع قوي، تقدم عرض مذهل في الأمتار الأخيرة. التوقيت يتحطم، رحمك الله يا التيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني كان من نصيب الشاهنية فارس بن عبد الله بن فارس الدرعي. المركز الثالث الشاهنية لمسلة بن سالم بن ثعلوب. التوقيت يتحطم، دقيقة 42 ثانية 53 جزء من الثانية. أشكرك على هذا العرض يا هزاع يا بن حمد يا بن روس يا راعي الشاهنية. نعم دقيقة 42 ثانية 53 جزء من الثانية، التوقيت الأفضل الذي رافق هذا الشعار بهذا العرض المميز.